اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هكلمكم عن سؤال بيحير امهات كتير وبيسبب لهم الم وخوف: ليه ابني مش راضي يرضع مني رغم اني بعمل كل اللي عليا؟ فعلا بلاقي امهات كتيره جدا بتبقى قلقانه وزعلانه وبتبقى عملت كل اللي هي تقدر تعمله وقارت وبترضع البيبي كل شويه، ومع ذلك البيبي رافض ياخد من صدرها اللبن. خلينا اقول لك على الاسباب عشان تعرفي ايه طرق الوقايه والعلاج. اول سبب هو الوضعيه الغلط للرضاعه. بيكون الطفل بيرضع بطنه ووشها للسقف. انت دلوقتي جربي هاتي وشك الناحيه الثانيه كده وابلعي، هتلاقي عمليه البلع مؤلمه، فده بيخلي البيبي يحرم وما يرضاش يرضع. تاني سبب ان صدرك بيبقى مليان لبن، فاللبن وتدفقه العالي ده الطفل ما بيقدرش يلاحق عليه فبيخليه يحرم على الرضاعه برضو. ثالث سبب العكس، صدرك ما فيهوش لبن، بينقط نقطه نقطه فبيخليه يتضايق ويتغاظ ويحرم برضو. رابع حاجه انك تكوني اديتي الطفل بيبرونه او تيتينه في الايام الاولى، وده بيخليه يتعود على طريقه شفط من الببرونه وهي مختلفه تماما عن طريقه شفط من ثدي الام. خامس حاجة ان يكون بقه فيه فطريات، فيه التهابات مخلياه مش عارف يرضع. سادس حاجة ان الطفل بيكون عنده ارتجاع، فوقت النوم وهو نايم كده الارتجاع بيزيد فبيتألم فبيرغب عن صدر مامته. سابع حاجة ان الام تكون متنشنة متوترة فعلا عايزة ترضعه بس متوترة جدا، الهرمونات بتاعت التوتر بتنزل في اللبن وتخلي البيبي فاصي ومتوتر هو كمان. تامن حاجة بقى لو عندها توينز وبيبقى كمية اللبن قليلة بالذات في الأيام الأولى والطفل ما بيبقاش عارف يرضع منها أو ما بيبقاش ساتسفايد مكتفي بالكميات القليلة دي، فبرضه بيحرم على الثدي. طيب إيه علاج المشكلة دي؟ حاجة حاجة نعالجها الطفل الحرنان ده إزاي نصلحه كده عشان يرجع تاني يرضع من ثدي مامته. اول حاجه انك دايما تبداي ترضعيه وهو نايم وهو في حاله اللاوعي، لسه مش مركز هو صاحي ولا هو نايم. تاني حاجه تحاولي تعملي سكين تو سكين كونتاكت، جلدك يلامس جلده، تبقوا قاعدين لوحدكم فيها فترات النور فيها هادي جلدك يلامس جلده حتى من غير ما ترضعيه، ده بيزود البوندنج ما بينك وما بينه. تالت حاجه ابتدي حطي لبن على الحلمة عشان ده هيشجعه ان هو يبقى عايز يمسك ويدوق طعم اللبن ان هو يمسك الثدي تاني. رابع حاجة زي ما قلت تصححي الوضعية بتاعة الرضاعة، يعني مثلا ما يبقى بطنه مواجهة لبطنك ووشه مواجه للحلمة، ما يبقاش بطنه مواجهة للسقف. خامس حاجة ان لو اللبن تدفقه زيادة يبقى انت محتاجه تشفطي شويه من اللبن علشان ما يبقاش التدفق عالي عند الطفل. اخر حاجه بقى في جهاز بيستخدم في حاجات كتيره قوي، ده بيساعد بالذات في حالات لو عندكيش لبن، الام ما عندهاش لبن كفايه، او في حالات التوأم، او في حالات الطفل الناقص النمو. الجهاز ده فكرته ايه؟ فكرته ان هو بيبقى زي البطل او انبوبه بالام بتلبسها، خارج منه انبوبتين او تو تيوبس، واحده على الصدر اليمين واحده على الصدر الشمال. الانبوبتين دول هي بتلزقهم ببلاستر هنا وبلاستر هنا، وبعد كده بتدخل الانبوبه مع الحلمه تدخلهم في بق الطفل. طبعا دول بيبقى الانبوبه دي مليانه ايه؟ لبن تكون هي مشفطاه من قبل كده. ده فايدته ايه؟ بيخلي لو كميه اللبن قليله الطفل بيطمن ويحس ان في لبن بينزل، فده يساعده اكتر انه يمسك على ثدي مامته. بالنسبه للتوائم برضو بتكون كميه اللبن في الايام الاولى مش كافيه، ده برضو بيساعد على جر وسحب اللبن لحد ما الرضاعه تكون مستقره. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وكل ام ترضع من غير خوف ومن غير قلق، وكل ام مادام هي عايزه اكيد هتقدر ترضع. اشوفكم على خير في حلقه جديده.